أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إني جلست مع أناس شككوني في الدرة السنية، ثم نقلوا لي كلاما منها ما أدري أين هو، والسؤال: ما رأي فضيلتكم فيها؟ أنت المخطي، ليش تجلس مع هؤلاء؟ لا تجلس مع هؤلاء، اجلس مع أهل العلم وأهل الفضل. أما هؤلاء المتعالمون أو المغرضون فلا تجلس معهم، ابتعد عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الجليس له تأثير على جليسه، والجليس الصالح كبائع المسك، والجليس السيء كنافخ الكير. فاختر الجلساء الصالحين وابتعد عن هؤلاء. الدرر السنية خير كلها ولله الحمد، ودعوة ودفاع عن العقيدة الصحيحة، وهي مبنية على الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالح، خلاصة طيبة، رد على أهل الباطل، كشف للشبهات، فيها علم غزير. لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره، أو أنهم أصحاب أفكار، وهذه الدرر ترد على أفكارهم. نعم.